نيابة عن الرئيس السيسي، وزير الخارجية يتوجه إلى غامبيا للمشاركة في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية. عشرات الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة لليوم 10 بعد 200، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 34,600 شهيد. بعد تعرضها لانتقادات أمريكية وإسرائيلية لتحقيقاتها بجرائم حرب بغزة، الجنايات الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفي المحكمة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر إبريل الماضي. وأكد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيا في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها. هذا وقد تم التعامل مع 2979 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية أو عدم الإعلان عنها. كما تم التعامل مع 2444 استغاثة وشكوى طبية تطلبت تفاعلا سريعا. كما تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت تكافل وكرامة اتساقا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى مدينة بنغول عاصمة جمهورية غامبيا للمشاركة في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعقد قمة يومي 4 و5 من مايو الجاري تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة. وأوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. كما ستناقش قمة أهمية نبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت السلطات الصحية أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 210 أيام ارتفعت إلى 34,622 شهيدا و77,867 مصابا، موضحة في الوقت ذاته أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة المستمرة منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي وارتكاب مجازر ضد مدنيين بالقطاع وسط وضع إنساني كارثي نتيجة للحصار ونزوح ما يزيد عن 90% من السكان. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيربيكور إن الوكالة عدت خطة طوارئ في حال حدوث توغل إسرائيلي في مدينة رفح بغزة، لكنه أوضح أنها لن تكون كافية لمنع حدوث ارتفاع كبير في عدد الشهداء.
وقال المسؤول بالمنظمة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف إن الخطة لن تمنع على الإطلاق حدوث قتل فضلا عن الانتشار المتوقع للأمراض جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المرتقبة. كما حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ينس لايركا من أن التوغل في رفح يمكن أن يتسبب في مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله. حذر خبراء صحة عالميون من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، واصفين الظروف الراهنة بأنها كارثة صحية عامة. وأشار الخبراء إلى افتقار سكان غزة للصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بشكل مقلق خاصة بين الأطفال. الظروف المروعة في قطاع غزة ليست مجرد مشهد مأساوي، بل هي كارثة صحية عامة، حيث يعاني سكان غزة من افتقار شديد إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل مرعب خاصة بين الأطفال. أمراض أوبئة، أولادنا بيعيوا على طول، نزلات معوية، غير أنه الريحة يعني حتى فيش طريق تمرق منها. ومن جانبها سجلت منظمة الصحة العالمية عشرات الآلاف من حالات التهابات المجاري التنفسية والأمراض الجلدية والمعوية في ملاجئ الأمم المتحدة، ويعزى السبب الرئيسي لهذا الانتشار السريع إلى نقص المرافق الصحية والنظافة. إن تنظيف مياه الصرف الصحي أو إدارة النفايات في غزة مشكلة مزمنة للغاية، وهي مستمرة منذ عقود، والمشكلة بسبب الحصار. ليست جميع الأجزاء اللازمة لإدارة النفايات تعمل بشكل فعال في غزة، لذلك يجب وضعها في البحر، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. لقد أصبحت المدينة مثل قنبلة صحية مؤقتة. صورة صادمة للوضع الصحي في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي على القطاع. فالصرف الصحي المعيب ونقص المياه النظيفة يهددان بكارثة صحية عامة، كما أن الحلول العاجلة والتضامن العالمي هو السبيل الوحيد لإنقاذ السكان من هذا الوضع المأساوي ومنحهم الحق في حياة كريمة وصحية. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي بكافة صوره وبتنوع منصاته في التصدي للروايات الإسرائيلية الزائفة وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية. وطالب العصومي بضرورة بلورة منظومة متكاملة تحمي الدول العربية من الغزو الإعلامي الخارجي ونشر الأفكار المتطرفة التي تخدم أجندات خارجية. طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلاً إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب. وأوضح المكتب أن كل محاولاته عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن تتوقف فورا. وأصدرت المحكمة هذا البيان بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي أهمية الجهود الإنسانية والحقوقية لدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية. وقال عبد العاطي إن الحرب على غزة تسببت بفظائع وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى وجود تضامن شعبي عالمي غير مسبوق للفلسطينيين. وثمن رئيس الهيئة الدولية الجهود الإنسانية المبذولة من أمثلة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل أو إصدار مذكرات اعتقال من قبل مكتب للدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.
أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة أن تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات المناصرة لغزة داخل الجامعات يكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية نحو قضية الفلسطينية. وقالت النتشة إن الولايات المتحدة تمارس أعمال عنف وقمع غير مسبوقة على الإطلاق ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للقضية الفلسطينية، ما يكشف عن ازدواجية المعايير الغربية تجاه الأحداث في غزة. وأوضحت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات أكدت زيف الادعاءات الأمريكية بأنها المناصر الأول لحرية التعبير عن الرأي واحترام مواثيق حقوق الإنسان. هذا وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات واسعة من أجل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة. واعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من 1000 متظاهر في الولايات المتحدة. من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية، احتجاجات لا مثيل لها تشهدها الولايات المتحدة منذ الستينات، ومواجهات عنيفة بين الطلاب المتظاهرين من أجل نصرة غزة والقضية الفلسطينية وبين قوات الشرطة. وبالرغم من أعمال العنف التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقال والقمع الواسعة التي تمارسها السلطات الأمريكية، إلا أن التظاهرات توسعت وانتشرت في عدة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة. نحن نخطط للبقاء هنا لأطول فترة ممكنة. نريد أن نوضح مطالبنا ونريد رداً عليها من الجامعة، ونحن على استعداد للالتزام بها حتى نحصل على هذا الرد. الطلاب توشحوا بالعلم الفلسطيني مطالبين بقطع جميع الجسور مع شركات أو متبرعين على ارتباط بإسرائيل، وتوالت النداءات بإيقاف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة. ما نفعله كطلاب مهم، من المهم أن يتم بناء حركة طلابية في جميع أنحاء العالم مكونة من ملايين الأشخاص الذين يرفضون التواطؤ في هذه الإبادة الجماعية، والدعم الكامل لحكومتنا للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل. وأتمنى التضامن مع جميع زملائنا الطلاب الناشطين الذين شاركوا في هذه المظاهرات من جميع أنحاء العالم. وتتصاعد المشاعر في حرم الجامعات بينما يتم اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وقد أدى ذلك إلى تأزم الأوضاع واشتعالها لا سيما في جامعة كولومبيا مركز اندلاع الاحتجاجات. هذه الاحتجاجات أحرجت الإدارة الأمريكية فاستخدمت أساليب القمع من أجل إسكات الأصوات، واقتحمت الشرطة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة، ووقعت مواجهات وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص في أنحاء البلاد. وبرغم من أن الاحتجاج السلمي حق مضمون في دستور الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج متجاهلاً أصوات المتظاهرين قائلاً إن تظاهرات الطلاب لن تجعل بلاده تغير سياستها في الشرق الأوسط. كل هذا يؤكد أنه لا مكان لحرية الرأي والتعبير في بلد تزعم دائماً أنها بلد الحريات. انتشرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل في عدد من الجامعات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن استدعى مسؤول جامعة كولومبيا الشرطة لإزالة مخيم في حرم الجامعة بمدينة نيويورك. وفيما يلي تسلسلا زمنيا للأحداث المهمة في أكبر موجة من الحراك الطلابي في الولايات المتحدة منذ الاحتجاجات المناهضة للعنصرية عام 2020. We'll be right back.
احتشد مئات المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة أمام جامعة سيدني مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل. وأعلن محتجون اعتصامات مماثلة في جامعات ملبورن وكيمبرا ومدن أسترالية أخرى، ودعا الطلاب المحتجون الحكومة الأسترالية إلى الضغط من أجل السلام ووقف إطلاق النار في غزة. For a safe campus. Our members with their purple flags are here in numbers this morning. نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو نصبوا خياما أمام جامعة المكسيك الوطنية المستقلة احتجاجا على استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأعلن الطلاب في المكسيك تضامنهم مع الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة، ورفع المحتجون مطالب عدة من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. أغلق معهد العلوم السياسية في باريس أبوابه بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الإدارة والطلاب بشأن احتجاجات على استمرار الحرب على قطاع غزة. وأعلن الطلاب المحتجون البقاء في بنايات الجامعة والسيطرة عليها، ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم إضافة إلى بدء أحد المحتجين في الإضراب عن الطعام. أجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية استطلاعا للرأي أظهر أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين مع قطاع غزة. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن استطلاع الرأي أظهر أن 81% من ناخبي أحزاب الوسط واليسار يعارضون قيام القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب قطاع غزة. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تعليق التجارة مع إسرائيل مستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف وزير التجارة التركي أنه تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل بما يشمل جميع المنتجات، مؤكدا أن بلاده ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين. وثمن الرئيس الفلسطيني دعم جمهورية ترينيداد أو جمهورية ترينيداد وتوباغو لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين. وجدد الرئيس الفلسطيني الدعوة للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. منحت منظمة اليونسكو جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب. وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين موريسيو فايبل إن اللجنة تشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. ومن جانبه أكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي أن الجائزة تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت الخارجية البريطانية أن هناك مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية يهددون الأمن ويقودون عملية السلام، مشددة على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بكبح جماح المستوطنين المتطرفين. We'll be right back.
تواصل مصر جهودها لتوصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة المحاصر. هذا ولا تدخر مصر جهدا في تجهيز آلاف الشاحنات المصطفى أمام معبر رفح والمحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية حتى تصل إلى أهالي قطاع غزة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تغلق بوابة معبر رفح المصري أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. هذه البوابة التي أصبحت محط أنظار العالم لما تمثله من أهمية كبيرة في حل أزمة نقص الغذاء الحاد داخل القطاع. التقارير الدولية أشارت إلى قرب حدوث مجاعة داخل غزة بسبب عدم وصول القدر الكافي من المواد الغذائية، ولذا لا تدخر مصر جهدا في تجهيز آلاف الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح والمحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية حتى تصل للأشقاء داخل قطاع غزة. ولليوم الثاني على التوالي شهد المعبر زيادة أعداد شاحنات الوقود، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة وتيرة المساعدات التي تعمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تعرض لخسائر فادحة في البنية التحتية جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي. معبر رفح البري لا زال يواصل عمله أيضا في الإجازات الرسمية لاستقبال الجرحى والمصابين وتقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الدعم النفسي ونقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات التي خصصتها مصر لعلاجهم، مع توفير أماكن لإقامة مرافقيهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم، مما يؤكد دور مصر القوي في دعم القضية الفلسطينية. محمود جميل، التلفزيون المصري. قدمت مصر 10628 جلسة دعم نفسي ل 9027 وافدا من الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات الطبية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين. وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن خدمات الدعم النفسي تم تقديمها للمصابين الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج من الجروح والحروق والكسور المختلفة في 10 مستشفيات تابعة للوزارة بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والقاهرة. عبر أكثر من نصف مليون شخص إلى دولة جنوب السودان بسبب الحرب في السودان، وذكرت منظمات إغاثية أن العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون من السودان إلى مدينة الرنك في دولة جنوب السودان بشكل يومي يضع تحديات كبيرة أمام الجهود الإنسانية في إدارة الدعم وتقديمه. منذ اندلاع الحرب في السودان العام الماضي عبر أكثر من نصف مليون شخص دولة جنوب السودان من خلال العديد من المعابر الحدودية هربا من ويلات الحرب وانعدام الأمن في البلاد. وتعد مدينة الرنك الواقعة في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان أكبر نقطة دخول وعبور للاجئين السودانيين. هذا هو مركز العبور لمدينة الرنك، ولدينا عدد كبير من الأشخاص القادمين من السودان عبر الحدود مع دولة جنوب السودان للحصول على الدعم والحماية. هذا هو المكان الذي يعيشون فيه، والظروف المعيشية هنا رهيبة لأنهم يعانون من عدم وجود مأوى والنقص الحاد في الطعام، كما أن الماء لا يزال يمثل مشكلة هنا، وهو ما يزيد من صعوبة الأمور. وفي الوقت الذي تواصل فيه أعداد اللاجئين التزايد مع اشتعال الصراع يصل غالبا بقية الأشخاص وهم يعانون من الجوع والإرهاق والبؤس. ووفقا لإحصاءات بلان انترناشونال وهي منظمة إغاثية، فإن نحو 20,000 لاجئ سوداني يعيشون في مدينة الرنك التي ينتقل آلاف اللاجئين والعائدين منها إلى مناطق أخرى. وتؤكد منظمات إغاثية أن العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون من السودان إلى الرنك بشكل يومي يضع تحديات كبيرة أمام الجهود الإنسانية في إدارة الدعم وتقديمه. يأتي ذلك في وقت تكافح فيه دولة جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي سياسيا واقتصاديا وصياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات الأولى المؤجلة والمقررة في ديسمبر من العام الجاري. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
أن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي من أبرز التحديات التي واجهها العراق، مشددا على ضرورة دعم الخطط التي تتبناها الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي والنظر بروح المسؤولية إلى مشاريع المستقبل وبرامج التطوير. وصرح رشيد في تصريح له نقلته وكالة الأنباء العراقية بأنهم تجاوزوا خطر الإرهاب بفضل صمود قواتهم الأمنية وعزيمة شعبهم، وأنهم يقفون اليوم عند مرحلة جديدة في بناء العراق وتعويض ما فاتهم. كما أكد الرئيس العراقي أهمية تعزيز دور بلاده في المحيط الإقليمي والدولي ودعم الخطط الحكومية الساعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري. نشط أخبار السادسة لا تزال مستمرة معكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تعلن استعدادها لبحث مقترحات جادة بشأن تحقيق السلام بأوكرانيا، وتؤكد سيطرتها على نحو 550 كيلومتر مربع من الأراضي هذا العام. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة لبحث مقترحات جادة لتسوية الصراع في أوكرانيا على أساس الواقع القائم ومخاوف موسكو الأمنية. وذكرت زاخاروفا أن أوكرانيا لابد أن تتعهد بأن تظل دولة محايدة عسكريا في المستقبل. وأفادت وكالة رويترز أن شروط روسيا مماثلة لتلك التي رفضتها أوكرانيا عدة مرات من قبل. Самовольное переписывание норм международного права недопустимо. Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا هذا العام. وأضاف شويغو أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، وأشارت إلى أن 5 طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق منطقة بولغراد المتاخمة لأوكرانيا وواحدة فوق شبه جزيرة القارم. ثمنت الولايات المتحدة دور بولندا القيادي في حلف الناتو ودعمها الملتزم والمتعدد للأوجه لأوكرانيا. ومن جهته أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باحتضان بولندا لأكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه في غضون 25 عاما تطورت بولندا من دولة تتطلع إلى الانضمام إلى حلف الناتو إلى دولة تظهر قيادة قوية على الجانب الشرقي للحلف. أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الحكومة الإيطالية بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل نظام دفاع جوي جديد. وتعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الإعلان رسميا عن هذه الحزمة في قمة مجموعة السبعة التي ستعقد في إيطاليا الشهر المقبل. وأشارت ميلوني إلى أن تلك الحزمة تعد التاسعة التي ترسلها إيطاليا إلى أوكرانيا. È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei sette. Il Santo Padre lo farà nella sessione outreach, aperta cioè anche ai paesi invitati. وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الشكر للمملكة المتحدة على دعمها المتواصل لبلاده. جاء ذلك خلال اجتماع زيلنسكي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في كييف. وناشد زيلينسكي الحكومة البريطانية بسرعة إيصال المساعدات العسكرية التي أعلنت عنها بريطانيا إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك العربات المدرعة والذخائر والصواريخ بمختلف أنواعها. politically, financially, to support you in. فاز حزب العمال البريطاني المعارض بمقعد في مجلس العموم في شمال إنجلترا، ما ألحق خسارة فادحة بحزب المحافظين الحاكم في بداية ما يبدو أنها جولة مؤلمة من النتائج لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وحدد الفوز الساحق وتيرة يومين مرتقبين ستعلن خلالهما نتائج الانتخابات المحلية قبل الانتخابات العامة هذا العام، والتي تظهر استطلاعات الرأي أنها قد توصل زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى السلطة وتنهي عهد حكومة المحافظين المستمر منذ 14 عاما. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على بدء مشروع مشترك لتطوير صناعة الصواريخ وتصنيع نوع جديد منها قادر على اعتراض الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بقيمة قد تتجاوز 3 مليارات دولار. وقد خصصت اليابان 1 مليار دولار لهذا المشروع الذي يأتي تحت مسمى اعتراض مرحلة الانزلاق، والذي يهدف إلى استكمال تطوير الصاروخ بحلول الثلاثينيات القرن الحالي. اتهم جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفارات سول ومواطنيها في الخارج، ما دفعها إلى رفع مستوى تأهب بعثاتها الدبلوماسية في 5 دول. وأكد جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي رصد مؤشرات عدة تؤكد أن كوريا الشمالية تخطط لهجمات إرهابية ضد موظفي سفاراتها أو مواطنيها في عدة دول منها الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وأشار الجهاز الاستخباراتي إلى أن كوريا الشمالية أرسلت عناصر إلى هذه الدول لتعزيز مراقبة السفارات الكورية الجنوبية. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال الساعات 24 الماضية 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن 17 من هذه الطائرات اجتازت الخط الأوسط ودخلت شمال ووسط منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية. في تطور جديد للأزمة بين تايوان والصين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال الساعات 24 الماضية 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة. وقالت الوزارة إن 17 طائرة من هذه الطائرات اجتازت الخط الأوسط ودخلت شمال ووسط منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي أديز التايوانية. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت تحليق 22 طائرة صينية في أقل من 3 ساعات في الأجواء المحيطة بتايوان. وتأتي هذه الطلعات الجوية قبل أقل من شهر من تنصيب رئيس تايوان الجديد لي تشينغ تي في 20 مايو. وتعتبر بكين الرئيس التايواني الجديد انفصاليا خطرا. ويمثل الخط الأوسط حدودا غير رسمية، ولكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وقد حدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين وتقليل مخاطر اندلاع الاشتباكات. وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة. وتتزامن هذه الطلعات الجوية الصينية مع تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها الولايات المتحدة والفلبين في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان. وتشمل تدريبات بالكة محاكاة لاستعادة السيطرة على جزر محتلة في مناطق تقع قبالة تايوان. وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي على الرغم من قرار قضائي دولي أكد ألا أساس قانونيا للمطالبات الصينية. وقد وقعت حوادث في الفترة الأخيرة بين سفن صينية وفلبينية بعثت من جديد مخاوف من اندلاع نزاع أوسع نطاقا. واتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بتأجيج المواجهة العسكرية. أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا للمرة الثانية أن خطط الحكومة لتحقيق أهداف المناخ غير قانونية. وأيد حكم المحكمة البريطانية 4 من الطعون القانونية الخمسة التي قدمتها عدد من المجموعات، حيث قالت المجموعات إن خطة الحكومة لتسليم ميزانية الكربون اعتمدت بشكل كبير على التقنيات المستقبلية ولم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل المخاطر المتمثلة في عدم إمكانية تحقيق الأهداف.
أعلنت السلطات البرازيلية مصرع 29 شخصا وفقدان 60 آخرين. من جانبه وعد الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا بتقديم مساعدات حكومية لولاية ريو جراندي لو سول التي شهدت انهيارات أرضية. فيضانات كارثية وانهيارات أرضية شهدتها البرازيل خلال الأيام الأخيرة خلفت عشرات الضحايا والمفقودين. السلطات البرازيلية أعلنت أن الأمطار الغزيرة هطلت على جنوب البلاد، ففي ولاية ريو غراندي دي سول التي وعد الرئيس لولا دا سيلفا بتقديم مساعدات حكومية لها، تنتشر الأضرار على مد البصر من انهيارات أرضية هائلة إلى غرق منازل وسيارات تحت المياه، وصولا إلى عمليات إنقاذ تجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر. وقال حاكم الولاية إدوارد ليتي إن هذه الكارثة تعد أسوأ كارثة مناخية على الإطلاق تضرب ولايته الحدودية مع كل من الأوروغواي والأرجنتين. وفي نهاية مارس أدت أمطار غزيرة هطلت على جنوب شرق البرازيل إلى مقتل 25 شخصا في ولايتي ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو. ويتأثر جنوب البرازيل وجنوب شرقها حاليا بجبهة باردة بعد موجة حر شديدة، وقد شهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة لا يستبعد الخبراء أن تكون لها صلات بالتغير المناخي. أطلقت الصين مركبة فضاء غير مأهولة في مهمة تستغرق شهرين تقريبا لإحضار عينات من الصخور والتربة من الجانب البعيد للقمر، لتصبح بذلك أول دولة تقوم بهذه المحاولة الطموحة. وانطلق صاروخ لونج مارش 5 أكبر صاروخ صيني من مركز وون تشانغ للإطلاق الفضائي على جزيرة هاينان في جنوب الصين على متن المسبار تشانغ 6 الذي يزن 8 أطنان. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استمرار استقبال طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حيث سيفتح باب التصالح في جميع المراكز والمدن على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة على ضرورة التكاتف في تحقيق التصالح أو الصالح العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات. كما سيتم تشغيل تطبيق جديد لتقديم الطلبات عبر الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى الخدمة بشكل أسرع وأسهل. واستعدت المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات التي تبلغ 341 مركزا لاستقبال الطلبات وتسهيل العمل بها. وأكدت الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع العمل وإنجاز الملف بأقصر وقت ممكن بهدف تحقيق الصالح العام ودفع عجلة التنمية في البلاد. في إطار حرص الدولة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات، تعلن تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى وبلاغات المواطنين. نتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. غاي رمزي والتفاصيل. شكرك شكرا جزيلا محمد. شكرا سحر. مشاهدينا هذه الوقفة الاقتصادية في جولة السادسة الإخبارية.
روج المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصاته الرقمية لبرنامج نوفي وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة، حيث أكدت وزارة التعاون الدولي على أهمية الشراكة والتعاون الدولي في تحقيق التحول الأخضر. كما تسعى شبكة حشد لاستثمار الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي إلى جمع 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. أعلنت مصر عن إطلاق برنامج نوفي خلال مؤتمر المناخ كاب 27 في شرم الشيخ. التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير البلدية ورئيس الوفد القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد بالعاصمة السعودية الرياض، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وأعرب الوزيران خلال اللقاء عن تطلعهما لتعزيز التعاون المصري القطري، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في كلا البلدين. كما أكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية، خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة الأشقاء بدولة قطر. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا وسط احتمالات بأن يبقى تحالف أوبك بلاس على تخفيضات الإنتاج، لكن الخامين الأساسيين يتجهان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في 3 أشهر، ذلك بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات. زادت أسعار العقود الأجلة الخام برنت تسليم يوليو بنسبة بلغت 0.4%، مسجلة 83 دولار و7 سنت للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة بلغت 0.16%، مسجلا 78 دولار 82 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.36%، مسجلة 2.45 دولار للتر، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.33%، مسجلة 2.06 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. صعدت بورصة الإمارات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج. أغلق مؤشر أبو ظبي على ارتفاع قدره 0.1% بعد خسائر لجلستين متتاليتين، وارتفع مؤشر بورصة دبي إلى 0.1%. وإلى تركيا، حيث بلغ التضخم إلى 69.8% في أبريل بمعدل سنوي مقابل 68.5% في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة بلغت 3.2% بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في تركيا، في حين فشل قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 50% ما بين يونيو ومارس، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية. استقر معدل البطالة في منطقة اليورو في مارس عند المستوى ذاته للأشهر السابقة، أي بنسبة 6.5%،
من القوى العاملة، ما يعني أنه لا يزال عند أدنى مستوياته التاريخية رغم الوضع الاقتصادي القاتم. وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ بدء مكتب الإحصاءات الأوروبية جمع هذه البيانات، وذلك في أبريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة وفقا للأرقام التي نشرها يوروستات. انخفض معدل البطالة على أساس سنوي بمقدار 0.1 نقطة في مارس، تعكس الأرقام صمود سوق العمل في مواجهة الركود الاقتصادي في أوروبا، وذلك منذ العام ونصف العام. بحث الاتحاد الأوروبي واليابان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال الحوار الاقتصادي الخامس رفيع المستوى الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية. ذكرت المفوضية الأوروبية أن الجانبين اتفقا على تفعيل مبادرة سلاسل التوريد الشفافة والمرنة والمستدامة، وذلك لتنسيق وتعزيز جهودهما بشأن السياسات الرامية إلى بناء سلاسل توريد أكثر شفافية ومرونة واستدامة. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان. ذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولى أو الأولية الأكثر تداولا عالمية كان قد سجل في المتوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعا من مستوى بلغ 118.8 نقطة وذلك في الشهر السابق. نهاية الجولة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى سحر محمد، فإليكم. شكرا لك رضاي. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. تكتسب بمحافظة كفر الشيخ شهرة واسعة في صناعة الفسيخ، وتنتشر صناعة الفسيخ بالمحافظة في عدة مدن من بينها دسوق وسيدي سالم، حيث يمتاز الفسيخ في كفر الشيخ بمواصفاته الجيدة. شهرة واسعة تمتاز بها محافظة كفر الشيخ كونها قلعة لصناعة الفسيخ، ولم تكتسب هذه الشهرة من فراغ، بل هي حصاد سنوات طويلة من الإنتاج المميز للفسيخ، لعل موقعها الفريد حيث تطل على مسطحات مائية بمساحة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط هو السبب الرئيس وراء تلك الشهرة. فمحافظة كفر الشيخ بها بحيرة البرولوس وميناء الصيد، وتطل على نهر النيل بمراكز دسوق وفو ومطوبس، بالإضافة لانتشار المزارع السمكية بها، وهو ما جعلها تنتج نحو 43% من الأسماك بمصر. احنا واخدين المهنة دي تراثة أبا عن جدا. أنا عندي 63 سنة، ووالدي كان فسخاني وجدي كان فسخاني. الزبون عاوز ملح يكون قليل، بنعرف احنا السمك اللي هي ملحها قليل عشان احنا اللي ملحنها، بنديله السمكة اللي هي ملحها قليل. الزبون عاوز ملح يكون حادق شوية، بندهوله حادق شوية عشان احنا اللي عارفين السمك اللي احنا معبينه في قلب البرميل ده هيقعد كتير ولا هيقعد قليل. عملت سندوتش الفسيخ وضفت معاه مثلا فلفل، ليمون، طماطم، ترانشات، ورق خس مع الفسيخ، بيدي طعم احلى وبيخلي الفسيخة بدل ما تبقى مثلا
تديك مزازة الملح بتبقى هادية شوية. تنتشر صناعة الفسيخ بالمحافظة في مدن بيلا ودسوق وسيدي سالم وفوة ومطوبس، ويمتاز الفسيخ في كفر الشيخ بمواصفاته الجيدة والتي من بينها لونه الرمادي الخارجي وخلو السمكة من أي بقع داكنة أو وجود تغير في لونها، بالإضافة لسلامة القشرة. وقبل عملية التمليح يتم اختيار الأسماك بعناية، ثم يتم تنظيفها جيدا لضمان عدم تلوثها قبل تمليح، كما يتم مراعاة اختيار ملح جيد بكميات محسوبة. الناس دايما بتستنى الفسيخ ده أو موسم شم النسيم عشان تاخد الفسيخ ده من سنة للسنة عشان تطلع للجناين وتقعد، وكل واحد بقى بيقضيه زي ما هو عايز مع القرايب والعائلات كلها بتتجمع في الجناين علشان الفسيخ. البلد كلها هنا في شم النسيم متعودت تاكل فسيخ، يعني احنا تعودنا هنا نخرج نروح مصايف او نروح منتزهات لازم ناكل فسيخ، دي الاكله الرسميه عندنا ان شاء الله في شم النسيم. بنحتفل شم النسيم بالفسيخ، بناخد الفسيخ ونروح المزارع والجناين ونتفسح ومع اصحابنا مع اولادنا ومع حبايبنا كلهم. هي اذن شهره واسعه تمتاز بها كفر الشيخ منذ سنوات طويله في صناعه الفسيخ، والذي يتناوله المواطنون بكثره في العديد من المناسبات التي من اهمها شم النسيم. وبهذا التقرير نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. نيابة عن الرئيس السيسي، وزير الخارجية يتوجه إلى غامبيا للمشاركة في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي. عشرات الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لليوم العاشر بعد المئتين، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 34,600 شهيد. بعد تعرضها لانتقادات أمريكية وإسرائيلية لتحقيقاتها بجرائم حرب بغزة، الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفي المحكمة. وبهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. إلى اللقاء.